أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. القوات العراقية المشتركة تحرر قضاء القائم بالكامل من احتلال داعش. جماعة إرهابية غير معروفة تتبنى هجوم الواحات في مصر. طائرات أمريكية تشن ضربات جوية على تنظيم داعش في الصومال. إيطاليا تضبط أدوية مخدرة لتنظيم داعش بقيمة 50 مليون يورو. منظمة اليونيسف تحذر سوء التغذية يتفاقم بين الأطفال الروهينجا في بنغلاديش. وخمس ضحايا من الأطفال بسبب تلوث مياه الشرب في محافظة إدلب السورية. وفي الصحة دراسة حديثة تحذر من تناول المشروبات الغازية وتؤكد علاقتها بارتفاع الضغط والإصابة بالسكري. مئات الأشخاص يصطفون أمام متاجر أبل في العالم لشراء الهاتف الجديد.